السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. معانا يا شباب موقع لربح عملة الدولار من مشاهدة الإعلانات، وفي خطط ترقية وفي حاجات كثيرة الموقع ده، بس احنا هنشرح النهاردة شرح مبدئي، وفي شرح تاني هيبقى فيه يعني كل حاجة عن الموقع. تمام يا شباب، ده شكل الموقع من الخارج. هنا عدد الموجودين على الموقع، هنا عدد المدفوعات، هنا عدد المعلنين 13%. دي الخطط الموجودة في الموقع. ترجموا اقروا الحاجات دي يا شباب، مفيدة برضو عشان تبقوا عارفين الموقع شغال ازاي. بس عشان ما نطولش عليكم، الموقع فيه حاجات كتير ممكن ياخد وقت، فاحنا مش عايزينه ايه، عايزين نختصر نشرح الموقع بحيث ان انتوا تشتغلوا عليه، سجلوا فيه وتشتغلوا عليه، وبعد كده نبقى نقول لكم على بقية الحاجات اللي في الموقع. طريقة تسجيل يا شباب، من هنا عندك اسم يوزر نيم، الايميل، باسورد، هات الباسورد، نحل الكباتشا ونعمل تسجيل كده بقى لنا حساب في الموقع. للدخول لودينج يوزر نيم باسورد، حل كباتشا، ونعمل تسجيل دخول. ده شكل الموقع يا شباب من الداخل، وزي ما انتم شايفين انا الاعلانات اللي شفتها 4، وهنا ربح الاعلانات هيبقى في الخانة دي يا شباب. كل اللي عليك ان انت هتدوس كده على الاعلانات اول حاجة، بعد كده بتنزل تحت بتلاقي الاعلان بالشكل ده. لما تيجي تفتح الاعلان هتدوس على الكلمة اللي فوق ديت، هيفتح معاك الاعلان في صفحة تانية، وهتلاقي هنا مكان الخمسة ديت عداد بيعد. تمام، يعني الصفحة اللي تفتح ما تقفلهاش، ارجع للموقع هتلاقي هنا عداد بيعد، هيخلص عد هيظهر لك كلمة هنا يقول لك تم ايه، خلاص كده تم التفويض الاعلان كده، ايه خلاص كده انت خدت قيمة الاعلان. تمام، هتلاقي الرصيد عندك هنا بالشكل ده، بيزيد بالشكل ده يا شباب. تمام، يعني انا حصلت على 8 سنت من الاعلانات اللي انا شفتها، يعني ربح كويس مش وحش. تمام، بعد كده هنا الويزد روم، السحب. كل اللي عليك انت هتخش الموقع هتحط هنا المبلغ، بس اقل حاجه 5 دولار، وهنا بتحدد المحفظه، انا حاطط عنوان فيسيت باي وحاطط عنوان باير، وتسحب على ايه اي حاجه انت عايزها من دول، بتحط هنا المبلغ وتحط هنا وتحدد هنا وسيله الدفع وبتعمل طلب دفع. من هنا لو انت عايز تعمل ايداع في الموقع بتحط المبلغ برضو هنا، وبعد كده هنا بتحدد المحفظه بتاعتك، وبعد كده بتعمل ايداع من هنا يا شباب. تمام، يبقى احنا كده عرفنا الثلاث حاجات اللي فوق دولت لايه، وهنا البروفايل الحساب بتاعك لو انت عايز تخش على الحساب بتاعك من هنا، عايز تعدل اي حاجة في الحساب بتاعك. دي صفحة الحساب، هنخش كده، لا مش تعديل، ده هنا ايه اللوحة بتاعتك، لوحة ايه الحساب بتاعتك. هنا بيقول لك بقى ايه الاساسي الاساسي الاساسي، هنا ايه كمية الاعلانات 2 سنت بالنسبة انك انت ايه في الخطة المجانية. هنا بيقول لك ايه الاحالة 5، مش عارف 5 ايه ديت، 5 سنت باين الروبوتات، لو انت اشتريت روبوت بيبقى ربحك الاساسي 6 سنت على الاعلان، او 6 من السنت. بعد كده يا شباب عندنا بقى اول حاجة هنا الملف الشخصي، اول حاجة التلات حاجات دولت او الحاجتين دولت اللي هما ايه احنا شرحناهم في الاول من فوق. تمام، بعد كده عندك كلمة تطوير، هنا بيقول لك لو انت طورت حسابك، هنا الخطط موجودة هنا او الاعلان عن الخطط، بيقول لك هنا مثلا ايه زيادة قيمة النقرة، هنا بيقول لك مثلا ايه ب19 دولار، هتبقى نقراتك مثلا الحد الادنى الحد الاقصى، ده في العادي. هنا بعد لو انت اشتريت خطة، الحد الادنى بيبقى على الاعلان، الحد الاقصى 4. كل دي خطط موجودة في الموقع يا شباب، هنا زي بتقولها على حسبة، لو حطيت مثلا 10 الزيادة بنسبة 200%، دي مش فاهمها قوي برضو بس هفهمها لكم. هنا بتدوس هنا بيقول لك ايه ايه المراد من الحتة دي، يعني احصل على المزيد من النائب الرئيسي للحصول على قيمة اعلى للنقرات، هنا دي القيمة النقرات الخاصة بيك عشان تعرف الخطة ايه المجانية. تمام، هنرجع تاني ونخش على بقية التفاصيل في الموقع. كده الثلاث حاجات دولت احنا كده اعتبر شرحناهم. هنا نترجم باللغة العربية برضو، مسار متوسط
نشوف مسار متوسط. هنا يا شباب بقى ايه يعني عروض في عروض السي بي ايه، يعني كل دي عروض زي ما انتم شايفين على الموبايلات، وعلى بتحمل تطبيق، بتعمل اشتراك، بتلعب بالكلام دوت، وبتحصل على ارباح من الموقع. تمام يا شباب. بعد كده عندنا دي الاعلانات، دي الاعلانات اللي احنا شفناها، بس عشان ما نطولش عليكم برضو ايه، ده شرح مبدئي وشرح سريع، عشان هنا يقول لك عدد الاحالات ال هنترجم باللغة العربية برضو. هنا ده خاص بالاحالات، لوحة الروبوتات، استئجار الروبوتات، استخدام البيانات. استخدام البيانات دي اللي فيها رابط الاحالة بتاعك. لا مش استخدام البيانات، هنترجم برضو تاني. اسماء، اهي الاسماء اللافتات يا شباب، الاسماء واللافتات ديت اللي هي ايه تحت، هتلاقي رابط الاحاله بتاعك اهو، لو تقدر ان انت تجيب احالات للموقع، او عندك مدونه او موقع تقدر تحط بنار بالشكل دوت يظهر عندك في المدونه او الموقع، بتاخد الرابط ده وبتحطه عندك، او بتاخد الشكل ده وبتحطه عندك بيظهر بالشكل دوت. بعد كده التطوير، هنا بقى يا شباب الخطط متهيألي. هنا لو انت عايز بقى تشتري اللي كان ايه الخطط اللي احنا شرحناها في الاول، نرجع تاني للغة الموقع. مثلا انت عايز تشتري الخطة دي بتدوس هنا باي، لازم يكون عندك رصيد في الموقع. لو عندك رصيد في الموقع، هنا بقول لك مفيش رصيد، لازم تعمل ايداع في الاول. لو انت عملت ايداع، بعد كده بتيجي هنا تشتري الخطة اللي انت عايزها. لو انت عايز ترقى خطتك، يعني لازم تخش على ديبوزيت الاول وتحط المبلغ اللي انت عايزه يظهر هنا في الرصيد بتاعك. بعد كده بتخش على الشراء الخطة من كلمة تطوير من هنا يا شباب، من السوق من هناك. تمام. بعد كده عندك بقى ايه بعد التطوير، مسار متوسط، مشاهدات، مشاهدات دي سي بي اي اللي احنا كنا قايلين عليها. بعد كده الاحالات، ووصلنا رابط الاحالة قلنا بيظهر ازاي من هنا. استثمارات، مش عارف ايه اضافية ديت، حزم المبتدئ، الحزم الاساسية، السعر 20 دولار، دي برضو حاجة جديدة. بيقول لك هنا ايه القيمة 20,000 دولار، النقاط 20,000 من نقاط، الكسب اليومي من 10 لـ5، العائد مش عارف ايه. الحاجات دي بتبقى شغالة على طول يا شباب، مش ايه انت تحط ايداع وهينتهي، لا بيقول لك الايداع بيبقى شغال على طول. الاساسي، لو انت عايز تعمل بقى اعلان عندهم، اعدادات مجانية، مهام، اخش على المهام كده، اكمل المهمة التالية، اوصف النقر فوق اجمالي التقدم، جائزة ال دي ناس كلها حاصلة هنا، هتلاقي ناس مجموعة ناس حاصلة على مكافآت. يقول لك اضغط هنا، بتدوس على كمية معينة من الإعلانات وبيديك إيه مكافأة قيمة الإعلانات دي يا شباب. هنستكفى كده يا شباب بالشرح الموقع، بس انتوا كده عرفتوا إيه يعني الإيداع والسحب ومعظم الحاجات اللي في الموقع. وبعد كده إن شاء الله هن إيه هنكمل لكم الشرح، بس يبقى عندك فكرة عن الموقع، وهيبقى سهل إنك انت تفهم أي حاجة بعد كده. هنا التاريخ، هيبقى كل حاجة عندك بالتاريخ، الإعدادات، إعدادات مجانية، خش على الإعدادات المجانية الأول، وبعد كده حط رقم محفظتك هنا، الفوست باي عندك والباير والفوست باي او ايه محفظة انت عايز تسحب عليها. وعندك هنا لو عايز تغير الاسم تحط هنا الرقم السري، وتحط الحاجة اللي انت عايز تحفظها تسحب عليها، وبعد كده بتعمل سيف، وخلاص كده انت ايه حفظت البيانات بتاعتك. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح. معلش الموقع صعب شوية، فإن شاء الله الشرح الجاي هيكون أفضل بإذن الله.
وبكده اكون انتهيت من الشرح. ما تنسوش لايكات والتعليقات يا شباب، ان شاء الله في مسابقة اول السنة. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.